Remember that the New Year Day will soon be here. What will you do for them? كان العالم العربي ما عم يدعمنا بأي شيء، فاخترت إنه اللغة الإنجليزية حرض الدول الغربية على تشوف الواقع السوري، وكأني كطفل وصل صورة مباشرة وبصدق للعالم الغربي. We all say what is happening now in Idlib. Bashar al-Assad and Putin began to kill civilians savagely before to the war road again. I am Muhammad Najm. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. هاي الغوطة الشرقية، نظام الأسد عم يخترق الهدنة، هاي الصواريخ اللي عم يضربها النظام. الحمد لله قادر فيق سليم، طلع الحمد لله بعد ما انقصف بيته وطلع من تحت الأنقاض.